ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. جد أناس في هذا الوقت في لبنان وفي سوريا وفي تركيا وفي غيرها من البلاد يسمون أنفسهم القرآنيين، هؤلاء ملاحدة كفار والعياذ بالله. ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نؤمن إلا بالقرآن، لا نؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون. لماذا كاذبون؟ لأن الذي يؤمن بالقرآن يؤمن بالحديث. الله تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا قرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني يجب أن نأخذ بما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، عن الرسول يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة الحديث، والرسول قال أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة الحديث، يعني أصلا نقول لهم ببساطة بسهولة القرآن الكريم كيف وصل إلينا بالإسناد، من جاء، من الذي قرأ القرآن على الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا بالإسناد بالتواتر، يعني وصل إلينا. وفي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل ما بلغنا بالإسناد بالتواتر. فكيف واحد يدعي الإيمان وبيقول أنا أخذ بالقرآن ولا أخذ بالحديث، وفي القرآن الأمر بالأخذ بالحديث، والطريق الذي جاء به هذا الحديث المتواتر هو الطريق الذي جاء به القرآن، فكيف تقول أخذ بهذا ولا أخذ بهذا؟ غير مقبول. فهؤلاء ملاحدة يجب أن يحذر منهم. وفي أشياء أطبق أجمع عليها المسلمون ما عرفت إلا من الحديث، كل مسلم يصلي الصبح ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، من أين عرفنا هذا؟ من الحديث. ما في القرآن صلوا الصبح ركعتين، ما في القرآن صلوا الظهر أربع ركعات، من أين عرفنا هذا؟ من الحديث. وهذا مجمع عليه، في خلاف بين المسلمين؟ لا، بل يقول العلماء من أنكر ركعة يعني من صلاة الصبح قال لا مش اثنين، قال مش ركعتين، لا من صليها ثلاثة، هي ثلاث ركعات، يكفر. وكذلك إن نقص قال لا صلاة الظهر ليست أربع ركعات، ثلاث ركعات، قالوا يكفر، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة واشتهر بين المسلمين. كل مسلم يعرف ومعروف ومشهور أمر يسمى التعزية، عزاء، مش معروف هيدا عند الناس، حتى لو مات من هو ليس قريبه، بل إذا مات جاره مش بعزيه؟ ما في في القرآن إذا مات مسلم يعزى به، ما في في القرآن، ما في. أين عرفنا التعزية؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ينكرها مسلم؟ لا، لا ينكرها مسلم. فإذا واحد قال أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، أول شيء نقول له كذبت، يعني ما شرط تستعمل نفس اللفظ، لكن هو من حيث الواقع كذب، لأنه في القرآن إن كان يؤمن بالقرآن لابد أن يؤمن بما فيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول. الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إذا كان واحد لا يسلم للرسول لا يكون مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الخطاب لمين في القرآن الكريم هون؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال لو أنت كذبت، القرآن فيه الأمر بأن يؤخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب عرفنا هو القرآن، وما هي الحكمة؟ الحديث. والرسول يقول إن جبريل يهبط علي بالسنة كما يهبط علي بالقرآن، يعني كما نزل عليه الوحي بالقرآن نزل عليه الوحي بإيش؟ بالسنة. الرسول يقول هذا، يعني هذا وحي وهذا وحي، كيف بيقول بيأخذ بهذا ولا أخذ بهذا؟ هذا وحي وهذا وحي. فيجب أن يحذر من هؤلاء وأن يعلم الناس الجواب على هؤلاء، أنه في بعض الناس بيسكتوا يقول أنا حاسس وعارف
وبعتقد انه كلامه غلط بس ما بعرف كيف بدي رد عليه وبعرف كيف بدي جاوبه. مطلوب انه يكون عنده جواب. يترك دين الله ولا يحافظ عليه ولا يدافع عنه؟ يعني اذا واحد تعرضوا له لنفسه لسمعته لا يرضى، بقول كيف بدي اسكت؟ اذا تعرضوا لاهله لزوجته لبنته بقول لا ارضى لا اسكت عن عرضي وشرفي. فكيف اذا تعرضوا لدين الله يسكت الشخص؟ لا يسكت، إن استطاع لا يسكت. طب كيف إذا كان لا يسكت وما مسموح أنه يسكت وما مطلوب أنه يسكت، كيف بده يحكي إذا كان لا يعرف؟ بده يتعلم، لابد أن يتعلم. عم بيروحوا مثل ما بيقولوا يشقوا حالهم باللغة العامية حتى يعلم ابنه بمدرسة غالية أو بجامعة، وبيترك البلاد وبيخلي أمه وأبوه يعيشوا ببيت مشان بنته تفوت على الجامعة لأنه هو ما في هلا يعيش معها، كله مشان شو؟ بشو عم يفكروا؟ يقول لك مستقبل البنت أو مستقبل الشاب. المستقبل أمره بيد الله، نحن نعمل الآن على حسب الشرع، أما الغيب لا نعلمه، ما يكون بعد لحظة لا نعلمه. في وحدة عم تمدح الرسول بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبي، عم تمدح قصدها تمدح، وقالت ويعلم ما في غد، فقال الرسول لا يعلم أحد ما في غد إلا الله. لو هي قصدها تمدح الرسول بس ما تقول شيء غلط، فنحن بكرة ما بنعرف، بعد ساعة ما بنعرف شو حيصير. بعد ساعة واحد راكب بالسيارة طارت عليه سيارة ونزلت عليه ومات، كان هو حاسب هالحسابات هاي؟ ما بيعرف الواحد ماذا يصير. شو معنات هالكلام اللي عم بقوله؟ يتوكل على الله ويعمل بحسب شرع الله، وأمر الغيب الله يعلمه سبحانه وتعالى، بس أنا بعمل حسب الشريعة وأسعى لما فيه خير نفسي وأهلي وأولادي وزوجتي، مش بس للدنيا والأكل والشرب. وهذا بسبب أنهم لا يفعلون ذلك عم يضيعوا، عم يتفكك المجتمع، وعم بيصير اللي عم تشوفوه كلياتكم هلأ بالحياة اللي نحن عايشينها. الأولاد اللي عم يروحوا لبرا، قبل ما نروح لبرا الأولاد اللي جوا، فكثير منهم لا يسلمون، مظبوط؟ قبل ما نقول لبرا، اللي هلأ هون موجودين انتو كلكم وانا معكم، يعني سيطرين على اولادنا بحيث انهم يفعلون كل ما نحب لهم من الخير، الخير الاخرى. ويعني عم بحكي لا، هيدي اللعبة كتير مزعلتني اللي هلأ عم يلعبوها، كتير قاهرتني، لانه عم تاخد من الاولاد لاولاد الوقت، عم تاخد كل الوقت من الاولاد اللي عم يلعبوها اونلاين هلأ. يعني عم بفوتوا على محلات الانترنت، يعني كان يقولوا الولد إذا سهر لـ12 لو كسرت كتير يا ابني تعا من شغل بيننا عليك. اليوم قال لي ابني بيظهر الولد من محل انترنت الساعة ستة بعد الفجر، بعد دخول الفجر. طيب إذا ظهر الساعة ستة بعد دخول الفجر من هذه اللعبة اللي عم يلعبوها، شو بده يعمل بالنهار؟ تعبان، شو بده يعمل؟ بده ينام. مش اللي بيشتغل حارس بالليل بينام بالنهار؟ هيدا عم يضيع وقته بالليل، عم يضيع عمره. بعدين في شيء خطير يمكن ما عم ينتبهوا له، بعض الألعاب فيها أشياء خبيثة كتير، هذه ما عم ينتبهوا له. وكمان في شيء خبيث أيضا، أنه عم يتعرف على ناس من أقاصي الأرض. يطلع له واحد أمريكاني بقول له يلا فوت معي لنلعب، عمرك طلعت الأول أنت بهاللعبة؟ بقول له لا. بقول له فوت معي وشوف كيف تطلع الأول. تعرف على واحد طلياني، تعرف على واحد فرنسي. ما أولادنا الله يبارك بأولادكم بيحكوا لغات، يعني بتعرفوا أنتوا هالوقت هيدا، فبسهولة عم يتعرف على هدول. عشو حيجروه؟ إذا حيحاولوا يجروه حيقولوا له امشي على مسجد برج أبي حيدر حضار درس في العقيدة؟ لا. فشوفوا الخطر اللي عم بيصير، والأهل شو عاملين؟ نايمين، ما هو سهران بالليل وإن بدون يناموا. فيعني إذا هلأ هون جوا هيك السيطرة عم تنفقد، كيف برا؟ بس هون الواحد فيه يرفع صوته على ابنه بعده، يعني فيه ينبهه ويعطيه تحذير تنبيه، بس برا تعرفوا القوانين هناك كيف هي. فبدنا نحاول جهدنا، نحن نحاول جهدنا. كيف هذا الجهد بدنا نبذله؟ بأي شيء؟ أول شيء بتعليمهم، بأن نعلمهم. فانتبهوا، الله يبارك بكم. الأولاد عم يتشتتوا، الأولاد عم يضيعوا. ما ليش الرسول قال عليه الصلاة والسلام فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شيخنا رحمه الله قال من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، من أراد الرقية الدرجات العالية يعني
فليصاحب الأخيار. كان يقول للشباب اقرن نفسك بإنسان صالح، اقرن نفسك يعني ألحق نفسك، امشي مع إنسان صالح. هلا بفتش مين أقوى بهاللعبة حتى اللي يقرن نفسه فيه ليربح باللعبة اللي هي مضيعة للعمر ومضيعة للوقت ومضيعة للمال، وحتى من حيث الدنيا فشل هذا، عم يعمل فيها هندسة، عم يعمل فيها طب، عم يعمل فيها نجارة، حدادة، مهنة، فشل من حيث الدنيا فشل، وعم يضيع وقته، وعم يضيع عمره، وعم يضيع ماله. بتكون تنتبهوا، نحن منقول نعمل جهدنا ولا يكون إلا ما قدر الله. سيدنا نوح عليه السلام بذل وسعه في الدعوة إلى الله، عنده ابن كنعان ما آمن به، ما قصر نوح عليه السلام، ما قصر. إبراهيم عليه السلام بذل وسعه في الدعوة إلى الله، أبو آزر يعبد الأصنام، ما قصر إبراهيم. بس ماذا فعل إبراهيم ونوح؟ بذل وسعه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين، ما قصر، دعاهم وبلغهم وفعل ما في وسعه. هل آمن كل من أنذره رسول الله؟ لا، أبو لهب سبه، قال له تبا لك لهذا جمعتنا، والرسول دعاه إلى ما فيه النجاة من الخلود الأبدي في النار، وهو أن يدخل في الإسلام، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قصر ونوح ما قصر، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله. فنحن شو منقول؟ نقتدي بها بالصالحين، نبذل وسعنا، نبذل جهدنا، ونتكلم، فإن اصطلح حالهم منقول الحمد لله ربحانين نحن وياهم لأننا وعظناهم فاستجابوا واستفادوا، إن لم يفعلوا منقول الحمد لله على كل حال، بذلنا وسعنا وأدينا النصيحة الواجبة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بس ما منقصر، ما منقول خلاص حالي ميؤوس منها، حالي عامة ما بقى نحكي، لا، في ناس يحبون الخير، في أولاد بتستجيب، وفي أولاد عندهم طيبة لا يخلو الأمر. فكلكم ابذلوا وسعكم، وهذا الكلام اللي عم نقوله الله يبارك بكم، اخرجوا به إلى الناس شفقة عليهم. ما لما انتركوا الناس بالتقصير اللي حكينا عنه من أشباه المشايخ، انتشر الكفر والضلال. لما قصروا هؤلاء، قلت لكم مرة كان مسجد أخطب فيه بالأردن، جاءني رجلان كبيران في السن، يمكن بقريب الستين يعني، وقالوا لي بدنا ندعيك للزرقاء. أنا كنت أخطب بمسجد في عمان، فاعتذرت منهم بلطف، قالوا لي يا شيخ تعرف ليش نحن عم ندعيك؟ نحن هالعمر اللي شايفنا فيه أول مرة بندخل مسجد الخطيب على المنبر بيقول من سب الله كفر. وبالأردن منتشر مسبة رب العالمين، منتشر بين الصغار والكبار والرجال والنساء، النساء والرجال هناك بكثرة يسبون الله تعالى بكثرة، الصغار يسبون الله بكثرة. قالوا لي نحن متعجبين كيف شيخ على المنبر ذكر انه من سب الله كفر، ففرحنا كثير، فجايين ندعيك لعنا زيارة الى الزرقاء. طب ليش هالتقصير هيدا؟ لما قصروا وهم يعلمون بواقع الحال؟ هل يجوز لهم ذلك؟ لا، العلماء يقولون ان علمت من يغش الناس في الطعام لا يجوز ان تسكر بالاكل، بالاكل يعني عم بيبيع لحم مثلا قطط بدل لحم الخروف، وعلمت فرض عليك ان تحذر الناس منه، طب كيف الذي يغش الناس في امر الدين ويسوقهم للكفر والضلال يجوز ان يسكت عنه؟ لا، لا يجوز، هذا بالاولى يجب ان يحذر منه. الرسول قال من غشنا فليس منا، اللي بيغش ليس على نهجنا، يعني ليس منا، يعني ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا الكاملة، هذا معناته. فكيف اللي بغش الناس باسم الدين فيجرهم إلى الكفر؟ هذا أولى أن يحذر منه. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.